ومعنا مشاهدينا الكرام لمزيد من المتابعة بشأن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان الدكتور عمر العاني مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك دكتور عمر. إذا نظمتم في القسم المهني بهيئة علماء المسلمين ندوة عن مسؤول القسم الأسبق دكتور عصام الراوي رحمه الله الذي اغتيل في عام 2006، في أي إطار تأتي هذه الندوة؟ حياكم الله واهلا وسهلا بكم. وحياكم. ابتداء للتصحيح فقط، نائب مسؤول القسم المهني. نعم اخي الكريم، تاتي هذه الندوه في اطار تعريف بشريحه مهمه من المجتمع العراقي الذي وقع عليها الظلم والجور بعد الاحتلال، وهم الاساتذه والاكاديميون، وفي الوقت نفسه معرفه ما يعانيه العراق لتحديد السلبيات التي خيمت عليه بشكل قل نظيره عن باقي الدول في المنطقة، بالإضافة إلى تعريف الناس بما قام به هؤلاء الأساتذة من خدمة لهم وتضحية من أجلهم ليكونوا نبراس يقتدى بهم، واستذكارا أيضا لمواقفهم ولما قاموا به وقدموه للعراق والجمهورية. وهذا ديدا الهيئة في تعريف الناس بعلمائهم، لأنك تعلم أخي الكريم أمة تسير بلا قياد تسير نحو ضياع وهلاك. قدمتم ورقة بخصوص دكتور عصام الراوي، ما مضامين هذه الورقة؟ كانت ورقتي عن حياة وسيرة دكتور عصام الراوي رحمه الله، ومن أهم محاور هذه الورقة هي الحديث عن نسبه ونشأته وولادته وعن عائلته التي تنتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووالده الذي كان أحد علماء بغداد الأستاذ كاظم فتحي الراوي، وأيضا عن جهوده بعد الاحتلال وانضمامه إلى هيئة علماء المسلمين ومشاركتهم في جميع نشاطاتهم السياسية وغير السياسية. بالإضافة إلى حالة أو حد اغتياله رحمه الله، حيث اغتيل يوم 30/10/2006 وهو ذاهب صباحا إلى جامعة بغداد رحمه الله. شكرا جزيلا لك من عمان نائب مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين دكتور عمر العاني.